السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي طالبات الصف التاسع. اليوم بإذن الله سوف نستكمل الدرس الأول، الحركات الباطنية البطيئة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالبة أن تتعرف على الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات، توضح مفهوم الالتواءات الطيات، تفسر حدوث الطيات. أولاً التهيئة. تذكري معي ما سبق دراسته من خلال السؤال التالي: عددي أنواع الانكسارات. الانكسار العادي، أيوة، الانكسار المعكوس، والانكسار السلمي. اليوم بناتي الحبيبات سوف نتناول بإذن الله الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات. ينتج عن الانكسارات أشكال تضاريسية عديدة، منها تكون الجبال الانكسارية. كما موضح، توجد على جانبي البحر الأحمر جبال انكسارية، شرقا تعرف باسم جبال الحجاز وعسير واليمن، وغربا تعرف باسم سلسلة جبال البحر الأحمر في مصر والسودان. نستكمل بناتي الحبيبات الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات. ثانياً، تكون الحافات الانكسارية الصدعية الشاهقة الارتفاع والشديدة الانحدار كما هو موضح بالشكل، ومن أمثلتها الحافات الانكسارية في شرق قارة إفريقيا. ثالثاً، تكون الأغوار المنخفضة، ومن أمثلتها غور الأردن وخليج العقبة. رابعاً، تكون الخوانق الأرضية العميقة كما هو موضح بالشكل، شكل الخوانق الأرضية العميقة مثل خانق نهر كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. ابنتي الحبيبة، ذكرنا فيما سبق أنه من عوامل تشكيل سطح الأرض الحركات الباطنية البطيئة، والتي تنقسم إلى الانكسارات والالتواءات، وسبق أن درسنا الانكسارات. الآن سوف ندرس الالتواءات أو الطيات. ابنتي الحبيبة، لاحظي معي الشكل الموضح أمامنا. نلاحظ في الشكل المقابل أن الطبقات الصخرية المكونة للجبل الموضح أمامنا مطوية بشكل أفقي، فما سبب ذلك؟ يرجع ذلك لتعرض الطبقات الصخرية لحركات ضغط شديدة من الجانبين، أي أن الطبقات الصخرية للجبل تعرضت لحركات ضغط شديدة من الجانبين، مما أدى إلى تقوسها بشكل أفقي. إذن نستنتج من ذلك مفهوم الالتواء أو الطية. الالتواء أو الطية هو عبارة عن حركة سني وطي للطبقات الصخرية الرسوبية وتقوسها إلى أعلى أو أسفل نتيجة لحركات الضغط الأفقي من الجانبين. سبق وذكرنا أن الانكسارات تحدث للطبقات الصخرية الصلبة، أما الالتواءات فهي تحدث في الطبقات الصخرية الرسوبية، ويؤدي ذلك إلى تقوس تلك الطبقات إلى أعلى أو أسفل. الحبيبات، نكون قد انتهينا من الجزء المخصص لدرس اليوم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.